السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأصدقاء، ها نحن نعود من جديد في هذا الصباح الجميل. سنلتفت مرة أخرى حول مائدة قواعد اللغة العربية، حيث درس جديد منا. يا ترى ما اسم الدرس وما قصته؟ تعالوا بنا لنجيب عن هذين. سنلتفت في البداية إلى هذا السؤال، أجب ضع إشارة الصواب أو الخطأ أمام ما يلي. الجمل في العربية على نوعين، الإسمية وشبه الجملة. قال حسن العبارة خطأ. جميل، فالجمل في العربية على نوعين، الإسمية والفعلية. تدخل كان وأخواتها على الجملة الإسمية مثل الطالب مهمل. قال أيهم. جميل، فأين المبتدأ المرفوع على ذلك؟ يقول أيهم إنه الطالب. وأين الخبر المتمم؟ تقول منال إنه قوله مهمل. جميل، لو دخلت كان على هذه الإسمية الطالب مهمل، ماذا ستصبح؟ هل يقرأ يا أيهم؟ يقول أيهم، فتصبح الجملة كان الطالب مهملا. فالعبارة صحيحة. كان، يواصل حسن فيقول كان فعل ماض ناقص، أي لا يحتاج إلى فاعل، وناسخ من جهة أخرى، أي يغير حكم الجملة الإسمية بحكم آخر. هو كذلك إلى مؤمن، يقول مؤمن فالطالب في هذه الجملة اسم كان المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أحسن. مهملا، ما رأيك في مهملا يا ناصر؟ يقول خبر كان المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. أخيرا يا رانيا تقول من أخوات كان أصبح ما برح ما دام صار وإن. يقول حسن العبارة صحيحة حتى قوله صار، لكن كلمة إن هذا تخطئها. جميل، اليوم يا أولادي سنتعرف إلى أفعال مثل كان وأخواتها، تقف على رأس الجملة الإسمية فتأخذ اسما مرفوعا بعدها، وتأخذ بعد هذا المرفوع خبرا منصوبا. ما سر ذلك، أو ما قصة يعني هذه المجموعة من الأفعال التي تعمل عمل كان؟ حول هذا سنواصل الحديث. نعم، قواعد الأفعال التي تعمل عمل كان وأخواته، إنها كاد وأخواته. إلى الأمثلة، اقرأ يا مؤمن أو اقرأ يا مأمون. يقول مأمون الأمثلة كاد المقاتل ينسى وطنه. جميل، واصل. أوشك الصبر أن ينفد. نعم، أن ينفد يعني أن ينتهي، وليس أن ينفد بمعنى يخترق. كمل يا بني، عسى ربكم أن يرحمكم، آية في سورة الإسراء. واصل يا ولدي، حرى غزة أن تعود لأمها. جميل، بدأ العلماء يغزون الفضاء. فلنقف قليلا عند هذا. يا أولاد، من يحدد لنا الكلمات الملونة بالليلكي أو بالبنفسجي؟ يقول حسن في عجالة إنها كاد، أوشك، عسى، حرى، بدأ. شكرا لك يا ولدي. هذه الكلمات يا يوسف السالمي أسماء أفعال حروف. قال يوسف إنها أفعال. وما زمنها يا منال؟ تقول منال زمن هذا ماض، فهذه الأفعال أفعال ماضية. وكذلك فلنرجع من جديد إلى المثال الأول. رأي رانيا، تقول رانيا كاد المقاتل ينسى وطنه. جميل، على أي جمل وقفت كلمة كاد؟ على أي جمل وقفت كلمة كاد؟ تقول منال وقفت على جملة المقاتل ينسى وطنه. هو كذلك، سنخبر كاد قليلا. الآن هذه الجملة ما نوعها يا يوسف السالمي؟ يقول إنها اسمية. فأين المبتدأ على ذلك؟ تقول نوع المبتدأ ببساطة المقاتل. وأين الخبر يا عامر؟ يقول عامر خبر المبتدأ المتمم لمعناه إنه جملة ينسى. هو كذلك، إذا كاد على أي جمل تدخل؟ قال حسن إنها تدخل على الإسمية. إلى الجملة الثانية، أوشك الصبر أن ينفد. شكرا يا أيهم. أوشك الصبر أن ينفد، هو كذلك. على أي الجمل، أو من يحدد لنا الجملة التي وقفت عليها كلمة أوشك؟ تقول نهى إنها الصبر أن ينفد. ما نوعها يا يوسف السلمي؟ يقول إنها اسمية. فأين المبتدأ على ذلك؟
قال عامر المبتدأ الصبر والخبر جملة أن ينفد. جميل. إذا على أي جمل تقف كلمة أوشك؟ هذا الناطق على أي الجمل في العربية يقف كلمة أوشك؟ تقف على الجملة الإسمية. هو كذلك. إلى المزيد من التفاصيل في هذا الجدول التالي. إلى المزيد من التفاصيل في هذا الجدول التالي. اقرأ يا حسن لنا الجملة الأولى. يقول حسن كاد المقاتل ينسى وطنه. هو كذلك. أين الكلمة التي نطلبها أو أين الماضي الداخل على هذه الإسمية؟ قال منال إنه ببساطة قوله كاد. جميل. من يقرأ لنا الجملة التي دخلت عليها كاد؟ قال عامر المقاتل ينسى. هو كذلك. ما المعنى الذي أحدثه كاد للإسمية؟ يعني باختصار ما معنى كاد؟ قال كاد، قال حسن كاد يفيد القرب، قرب الوقوع. فالمقاتل ينسى أو فالمقاتل نسي وطنه، وهذا يعني للأسف يعني وكأن المقاتل على مسافة قريبة من نسيان وطنه. ببساطة كاد يدل على القرب. هو كذلك. من جديد اقرأ يا أيهم. يقول أيهم كاد المقاتل ينسى وطنه. ولما كان كاد مثل كان، فعلى ذلك أين اسم كاد المرفوع مباشرة؟ تقول منال إنه قوله المقاتل. جميل. وأين خبر كاد المنصوب؟ أو أين الجملة التي في محل نصب خبر لكاد؟ تقول منال إنها جملة ينسى. الآن إلى هذه الملاحظة. نوع خبر الماضي كاد أو أخواته. كاد هي المطلوبة. ما نوع الخبر؟ خبر كاد. قال حسن هذا الخبر يا أستاذ هو عبارة عن جملة فعلية. ما بالها يا أيها؟ قال لم تقترن بأن. هو كذلك. جميل. كاد يتصرف أم لا يتصرف هذا الفعل؟ أجاب عامر إنه يتصرف. ما الدليل يا حسن؟ قال حسن الدليل أننا نستطيع أن نقول يكاد من كاد، فنحن يمكننا أن نأتي بالمضارع من كاد، إنه يكاد. إنه بمقدورنا أن نحصل على المضارع من كاد هذا الماضي فيصبح قوله كاد يكاد. فالمضارع أو فكاد هذا الماضي الداخل على هذه الجملة الإسمية يتصرف بكلمة واحدة. جميل. هيا يا رانيا إلى الثانية. تقول رانيا أوشك الصبر أن ينفد، يعني أن ينتهي وليس أن ينفد بمعنى أن يفترق. شكرا يا ابنتي. أين الفعل الماضي الداخل على هذه الجملة؟ ببساطة قال عامر إنه أوشك. جميل. من يقرأ لنا الجملة الإسمية التي دخلت عليها أوشك؟ تقول منال الصبر أن ينفد. هو كذلك. ما المعنى؟ ما معنى أوشك في هذا السياق اللغوي الجديد؟ يقول عامر معنى أوشك كمعنى كان. شكرا يا عامر، انتبه أكثر. جميل. وإذا كان قوله أوشك، وإذا كان قوله أوشك مثل كان وأخواتها، يرفع اسما أو يأخذ اسما مرفوعا وينصب الخبر. فأين اسم أوشك المرفوع على ذلك؟ قال حسن اسم أوشك المرفوع قوله الصبر. وأين الخبر يا يوسف السالمي؟ قال الخبر قوله أن ينفد هذه الجملة. جميل. الآن ما نوع هذا الخبر يا رانيا؟ تقول رانيا نوع الخبر أن ينفد هو عبارة عن جملة فعلية، ولكن هذه الجملة الفعلية اقترنت بأن، وهذا من الجواز. لو سألك إنسان فقال لك أوشك يتصرف هذا الفعل أم لا يتصرف؟ قال يوسف السلمي إنه يتصرف بدليل أننا نقول يوشك، فقد حصلنا على المضارع من هذا الماضي. شكرا يا بني. واضح؟ كونوا معي أكثر فهذا الدرس مربكم قليلا. اقرأ يا عمار. يقول عمار من بعيد بصوت واضح عسى ربكم أن يرحمكم. جميل.
أين المضارع، عفوا أين الماضي بكلمة واحدة تقول لنا إنه عسى؟ من يقرأ لنا الجملة التي وقفت على رأسها عسى؟ تقول ربكم أن يرحمكم. وكذلك ما المعنى، ما معنى عسى في هذا السياق اللغوي؟ تقول منال بكلمة واحدة عسى يفيد الرجاء أو يدل على الرجاء. نرجو من الله الرحمة. هو كذلك، وإذا كان قوله عسى مثل كان يا أبنائي، فإلى أي شيء يحتاج عسى مثل كان؟ قالت رانيا إنه يحتاج إلى اسم بعده يرفعه، ويعني إذا كان عسى ككان، وأخواتها فإن عسى يرفع المبتدأ بعده فيصبح اسما، وينصب الخبر بعده فيصبح خبرا. هو كذلك، يعني بكلمة أخرى عسى يعني كلمة أخرى جميل، أين اسم عسى؟ قال عامل رب من ربكم. هو كذلك، كان رب من ربكم قديما مبتدأ مرفوعا، أما الآن في وجود عسى فقد أصبح اسما لعسى مرفوعا. جميل، وأين خبر عسى الذي هو في محل نصب أو في محل نصب؟ يقول حسن إنه قوله أن يرحمكم. جميل، ما الملاحظ على خبر عسى يا أولادي؟ تقول منال نلاحظ أن خبر عسى ما باله قد جاء جملة فعلية وقد اقترن بأن جوازا. شكرا لها. عسى هل يتصرف هذا الماضي ككاد وأوشك؟ تقول رانيا إنه لا يتصرف. نعم، فلم نسمع في العربية أنهم قد قالوا يعسي مثلا. شكرا إلى رانيا. إلى المثال قبل الأخير اقرأي نهى. تقول نهى حرى غزة أن تعود إلى أمها. هو كذلك، أين الفعل الماضي الداخل في هذا السياق اللغوي الجديد؟ يقول عامر إنه قوله حرى. جميل، من يقرأ لنا الجملة التي جاءت بعد حرى؟ قال حسن إنها غزة أن تعود. ما نوعها يا نهى؟ تقول هي اسمية. إذا كانت حرى قد دخلت على الجملة الاسمية فما معنى حرى؟ أجاب يوسف السلمي فقال حرى يا أستاذ مثل عسى تدل على الرجاء. ببساطة هو كذلك، ولما كان قوله حرى مثل كان فإنه يحتاج إلى اسم مرفوع ويحتاج إلى خبر منصوب. ببساطة أين اسم حرى المرفوع؟ يقول عامر قوله غزة. وأين خبر حرى المنصوب؟ تقول رانيا أن تعود. أو وأين الخبر الذي جاء في محل نصب؟ يعني وأين الجملة التي جاءت في محل نصب خبر حرى؟ وأين الجملة خبر حرى المنصوب؟ تقول رانيا أن تعود. ما نوع خبر حرى على ذلك؟ يقول حسن خبر حرى يا أستاذ جملة فعلية اقترن بأن، ولكن اقترانه بأن من باب الوجود. هو كذلك، حرى هل يتصرف هذا الماضي؟ تقول نهى لم يتصرف أو لا يتصرف. فلم نسمع في العربية أنهم قالوا يحري. نعم، هذا الفعل حرى يلزم زمنا واحدا ألا وهو الماضي. شكرا لهم. إلى المثال الأخير أو إلى الجملة الأخيرة هي يا عامر كن معنا بارك الله فيك. اقرأ يا قرآن. بدأ العلماء يغزون الفضاء. جميل، أين الفعل الماضي الداخل على هذا السياق اللغوي؟ تقول رانيا أنه بدأ. أين الجملة التي وقفت على رأسها بدأ؟ قالت إنه العلماء يغزون. العلماء يغزون ما نوع هذه الجملة؟ قال حسن اسمية. فأين مبتدأها يا عامر؟ يقول العلماء. وأين الخبر المتمم لمعنى هذا المبتدأ؟ يقول يوسف السلمي إنه جملة يغزون. الآن أظهرنا بدأ، ما المعنى الذي تحدثه بدأ في الجملة الاسمية؟ أو ببساطة ما معنى بدأ؟ بدأ يعني شرع، يعني أقدم على التنفيذ، بدأ يعمل يعني. هو كذلك، ولما كان قوله بدأ ككان، فعلى أي شيء أو فإلى أي شيء يحتاج بدأ الذي يعمل عمل كان؟ قال نوح ببساطة يا أستاذ إنه يحتاج أو إنه سيقوم برفعه أو إنه سيترك المبتدأ مرفوعا فهو اسمه الآن، وسيجعل الخبر يغزون الذي كان قديما خبر للمبتدأ فيصبح الآن خبرا لبدأ في محل نصب. جميل، ما الملاحظ على خبري بدأ؟ قال حسن
نلاحظ شيئا هاما، ألا وهو أن هذا الخبر إنما هو جملة فعلية ولكن لا تقترن بأن. هو كذلك وارتضب فيك يا ولدي. الآن ما بال أفعال الشروع؟ لم نسمع في العربية من أنه قد تصرفت أفعال الشروع. فأفعال الشروع كما هو ثابت لا تتصرف، هو كذلك. الآن يا أولادي سنلخص هذا الجدول في معلومات ثلاث بسيطة. أو قبل أن نلخص هذا الجدول سنلتفت إلى نموذج إعراب لبعض الكلمات التي وردت في الأمثلة. اقرأ لعامر، يقول عامر: كاد المقاتل ينسى وطنه. جميل، من يحاول معنا؟ يقول أيهم أو هي يا محمد أكرم. يقول محمد أكرم: نعم سأقرأ أنا أو سأعجب أنا. تفضل يا بني. كاد فعل ماض ناقص مثل كان مبني على الفعل. ببساطة، شكرا يا ولدي. هيا يا رانيا تقول: المقاتل. أما المقاتل فهو اسم كاد المرفوع علامة رفيع الضم الظاهر. حياكم الله يا بني. ما بال ينسى؟ قال عامر: ينسى فعل مضارع مرفوع علامة رفيع الضم المقدر على آخر للتعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية يا أستاذ جملة ينسى هو في محل نصب خبر كان. شكرا لك يا ولد. من يحاول معنا فيقرأ لنا جملة أخرى وردت في السياقات اللغوية السابقة. يزاحم نعم يزاحم أمجد فيقول: حرابسة أن تعود. هيا يا ناصر، هل تستطيع أن تعرب حرى؟ قال ناصر: لا داعي أو ليس من داعي أن نعرب حرى. لماذا يا ناصر؟ قال: إن حرى يا أستاذ لا تأخذ إعرابا كادا. من يفسر ذلك؟ تقول نهى: إن حرى فعل ماض ناقص مثل كان مبني على الفتح، ولكن الفتح مقدر هنا. جميل. غزة، من يواصل؟ تقول: منال غزة يأخذ. قوله غزة أو قولنا غزة، إعراب غزة كإعراب المقاتل بعد كاد. كيف ذلك؟ فسر يا رانيا. تقول رانيا: الأمر لا يحتاج إلى تفسير، فغزة اسم حرام مرفوع على رفيع الضم الظاهر. شكرا يا ابنة. الآن من يواصل الرحلة؟ يقول عامر: أنا سأكمل عنكم. تفضل يا عامر. يقول عامر: الآن هنا حرف ناصب مبني على السكون لا محل له. يا أبنائي خذوا هذه المعلومة البسيطة، هناك اختلاف في إعراب أن بعد حرى. هناك اختلف النحاة في إعراب أن بعد حرى. هناك من يقول بأن أن فقط حرف ناصب مبني على السكون لا محل له، هناك من قال بأن أن حرف مصدري ونصب. المهم ببساطة أن حرف مصدري ناصب مبني على السكون لا محل له. نعم تعود فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. من يواصل يقول: أيهم وفاعل ضمير مستتر تقديره هي. والجملة من أن وما بعدها في محل أو في محل نصب خبر للفعل حرب. الآن يا أولادي ما زلت معكم في رحاب هذا الدرس الجميل. سنلتفت إلى أو سنحاول بأيديكم الطاهرة أن نلخص ما سبق في هذه النقاط الثلاث. نعم، من يقرأ؟ قال حسن: أنا. لو أذنت لي. تفضل يا ولدي يا حسن. يقول حسن: القاعدة واحد، المعلومة الأولى كاد وأخواتها. نعم، كاد وأخواتها تنقسم إلى ثلاث مجموعات كما نرى. أما الأولى فمجموعة أفعال المقاربة وتتكون من ثلاث أفعال أو من ثلاثة أفعال: كاد، أوشك، كرر. وكذلك وما الثانية يا بني؟ قال: أفعال الرجاء، وهي تتكون من ثلاثة أيضا: عسى، حرائق، لولق. بارك الله فيك. واصل يا بني. المجموعة الثالثة والأخيرة من كاد وأخواتها أفعال الشروع مثل بدأ، وقفق، وهب، وجعل. حياكم الله، حياكم الله يا ولد. إلى المعلومة الثانية، تقول رانيا: لو أذنت لي، تعمل كاد وأخواتها عمل كان وأخواتها. كيف ذلك؟ قال: فتترك المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وتجعل الخبر في محل نصب إنه خبرها. أخيرا إلى المعلومة الثالثة،
قال خبر كان أو أخواتها جملة فعلية. نعم ولا شك في ذلك، فاقترانه بأن واجب مع حرى وخلولق، وذلك واجب جميل. واقتران خبر كاد أو أخواته، يعني خبر كاد أو أخواته جملة فعلية، اقترانه بأن واجب مع حرى وخلولق، أو جائز مع عسى وأوشك، ممتنع مع أفعال الشرور. أحسنت يا بني. أخيرا إلى هذا السؤال الجميل يلقانا في نهاية رحلتنا اللطيفة. نعم اخترناه لكم من الصفحة الرابعة بعد المئة، يقول هذا التدريب اقرأه يا حسن، التدريب الثاني. نعم حيث الصفحة الرابعة بعد المئة. نعم اقرأ. عين كاد أو إحدى أخواتها في السياقات محددا اسم كان أو محددا اسم كل منها وخبره. محددا يعني الاسم والخبر هو كذلك. من يحيط وصل يا بني، يقول الله تعالى فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. نعم من يكمل يا بني. باء الأرق يبعث بي فأوشك أن أصرخ، هو كذلك. عسى الله أن يفتح لنا أبواب رحمته. جميل يا ولد. فلنمسك بالآية، فلنمسك بلطافة بالآية القرآنية الأولى. نعم هيا يا عامر، يقول عامر الفعل المطلوب يا أستاذ هو طفق، وهو كبدأ من أفعال الشروع. جميل كلاهما من أفعال الشروع. أين الاسم؟ أين الاسم؟ قال قرانيا إنه ألف الاثنين في طفق. وأين خبره بكلمة واحدة؟ قال الدكتور السري خبره الجملة الفعلية يقصفان. من يفسر لنا هذه الآية ببساطة يا أولاد؟ تقول منال إن هذه الآية القرآنية يا أستاذ تتكلم عن آدم وحواء في الجنة لما ذاق الشجرة فعصيا الله سبحانه وتعالى، جعل يضعان على جسديهما ورق التين لحاجة يريدان. نكتفي بهذا القدر. نعم إلى السؤال الثاني أو إلى العبارة الثانية. هي من يحدد؟ يقول حسن الفعل المطلوب الماضي الذي نريد إنه أوشك. شكرا يا ولدي. وأين اسمه يا عامر؟ قال عامر اسمه الضمير المستتر أنا فأوشك أنا. وأين خبره؟ تقول رايا خبره الجملة الفعلية أن أصرخ هو كذلك. أخيرا عسى الله أن يفتح لنا أبواب رحمته. عسى الله أن يفتح لنا أبواب رحمته. هيا يا أيهم أو هيا يا سلمان كن معنا يا بني. يقول سليمان أو يقول سلمان الفعل المطلوب يا أستاذ إنه عسى اسمه لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، خبره الجملة الفعلية أن يفتح، أن يفتح هو. بارك الله فيكم يا أبنائي وأشكر لكم هذا الاهتمام، وإلى لقاء آخر لكم مني كل الحب.